بالنسبه لغلاء الاسعار، هي مش بس برمضان، منذ عام تقريبا الاسعار تضاعفت في السوق الفلسطيني وبالسوق العالمي، والمواطن الفلسطيني هو اللي بيدفع الثمن، فالاسعار بزياده برمضان لانه بتصير الناس بحاجه لاكثر للمواد، مش فبنشعر فيها بانه انت بتصير استهلاكك اكثر للمواد، ولكن هي بشكل عام لا غاليه طول السنه. وبالجهه المقابله ايضا هنالك ما في رواتب، في اضرابات، الكل متضرر من الحاله السائده في الاراضي الفلسطينيه، حتى العاملين يعني متضررين من الاضرابات، المدارس كسائقين وكمحلات، واحنا كموظفين ايضا 80% من رواتبنا، فبصير العبء اكبر علينا باي غلاء كان في الاسعار. بدك الدغري يعني طول عمرها الاسعار غاليه عندنا، فهمت كيف؟ حتى بالشهر هذا الزيت، يعني الواحد لازم انه يعمل خير ولازم انه يخفف على العالم، صاروا يزيدوا وصاروا يستغلوا العالم. عندك كيلو الدجاج، كيلو الدجاج قبل رمضان كيلو ب 14 كان، الايام هاي ب 18، وعندك الناس يعني موظفين الشباب يعني ازاي هذا؟ باخذ له 2000 شيكل، شو بدي اسوي فيهم؟ فهمت كيف؟ معنا خروف، معنا طمر، معنا ليمون، معنا لوز، معنا السوس، ياخذ عمي خروف، يلا طمر هدي. الأسعار متداولة، في ناس بتبيع بسعر عالي وفي ناس مراعي شعور الناس، يعني كيف؟ في بياعين بتبيع مراعي شعور الموظفين، مراعي شعور الفقراء، مراعي شعور الـ خلينا المعاشات اللي ما بتنزل كاملة، في ناس فيش عندها رحمة. فأنا بوجه نداء مثلاً لو وزارة الاقتصاد بدها تيجي تشوف شو إذا في ناس تيجي تستغل هذه الأسعار، أنا مع إنها تيجي وزارة الاقتصاد مع الشرطة كمان، اللي كيف هذا مثلا ببيع الخيار 4 ب10 بيربح وهذاك ببيعه 8 ب10 بيربح الدبل، ليش؟ أسعار أنا أكتر إشي أنا بلاحظ عليها أكتر إشي برمضان بيرفعوها. شوفي اللحوم، الدجاج، برضه الفواكه اكثر شيء بيرفعوها كثير كثير يعني بقى رمضان، يعني حرام، لازم يعني يرحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. مع رمضان هي زادت كثير يعني، وخصوصا الدجاج اللحوم كثير ارتفعت اسعارهم، وفي نوعيه من الخضره ارتفعت، بس مش الكل يعني، ولازم يعني يخفضوا، يعمل تخفيضات للمواطنين. والله بشكل عام يعني ما ظل في إشي رخيص بالبلد نهائي، يعني كل إشي غالي، ويعني صار واحد يحمل 200 شيكل والله وكأنه حامل 20 شيكل. يعني مطلوب يعني الناس ترحم بعض، هذا شهر فضيل، شهر محبة، شهر رحمة، يعني هالتجار ترحم هالناس، ترحم هالمواطنين، ترحم هالناس اللي ما عندها. الله يعين الناس، والله أنا متأكد في ناس والله ما عندها، يعني حرام الدجاج بتاخذيها ب 30 شيكل والله ما بتكفي عيله، بتكفيش 5 افراد، 3 افراد يعني عائله ببيت ما بتكفيهم دجاجه واحده، 30 و 40 شيكل صارت حرام. كيلو فاصوليا ذاك اليوم بروح اشتريه 30 شيكل كيلو فاصوليا، اي رحمه هذه ظلت عندهم؟ يعني هي كانت مزروعه، كانت بعالم ثاني، ما هي مزروعه باراضي فلسطينيه، يعني الكيلو وصلت فيها 30 شيكل، هاي ابسط الامور. كل واحد قاعد ببيع في السعر، وكل واحد ببيع على راسه، يعني ما حدا سائله، هذا بتعبري يعني بابين في جنب بعض، محلين في جنب بعض، بتلاقي كل واحد ببيع سعر، وهذا حرام، وما فيش محاسبه ولا في غيره ولا غيره، وفي بعض اخرى بتلاقي اغراض، بتلاقي تاريخها منتهي. مرتفعين الاسعار يعني لدرجه كثير اشياء مرتفعه اسعارهم، وما بيراعوا الناس وكيف انه الحياه صارت، يعني انه شهر رمضان خير وهيك، مفروض يراعوا الناس.